بيبي باشا. حياتي، بتحب تحكي معنا أنا والبابا؟ باشا، شو رأيك نلعب على البسكليت ليصير الإفطار؟ لا، قولي لي ليش هيك حكوا عنك؟ وعلقوا صورك كمان. يا عمري، هلأ مو أنا كنت الغزالة الزرقاء وأنت الديب الظاهر بضو القمر؟ وكنا هربانين من الوحش اتنيناتنا؟ إيه بلا. ليك، نحن مو لحالنا اللي هربانين، يعني في وحوش كتير عم يلحقوا الناس، وأنا كنت عم حاول إني ساعدهم. ليك ابني، أمك حبت تساعد كل الغزلان الزرق اللي مثله وما تخليهم يخافوا من أي شيء، لهيك طلعت على الراديو وحكت اللي صار معكم. طيب وليش حكوا عنك هالحكي؟ يا قلبي، نحن ما بيهمنا شو ما حكوا، المهم أنا وبابا عملنا الصح، هذا كل الموضوع. تمام؟ تمام. لكن فينا ناخد ضمة كبيرة كتير منك، مو صح؟ وكتير كبيرة، تعال لعندي. أوبا، أعطيني بوسة. يلا حضرها. أعطيني بوسة تانية. يقبرني جمالك. لك دخيل هالوش. أنا رح أفتح. إيه، يلا بسرعة. أهلا وسهلا، تفضلوا. أهلين فيك فاتح. اهلا وسهلا، فوتوا يا ولاد. يا اهلين، تفضلوا. فوتوا. الله يتقبل. الله يتقبل من الجميع. الله يتقبل منا ومن الجميع. علي، اخذت اقوالهم ولا لسه؟ ابني عم نفطر، بعدين بتحكوا بهالقصص. طيب عمي فاتح. اسمع، عادي انت مكاني، انا رح اجيب كرسي واجي. خير معلم، في شي؟ عود ابني. صيام مقبول إن شاء الله. منا ومنكم. شبك كول، يلا. طرابزون اليوم معباية إعلانات وصور بكل مكان. شو هالإعلانات؟ شو ما شفتيون؟ لا، اليوم ما طلعت من البيت. إعلانات شو هاي؟ صور نفس، وفي حكي كتير عليها كمان. صور نفس؟ ليش شو في؟ إنه هي قايلة كيف كانت تاكل قتل من زمان وتغتصب. أستغفر الله. إيه ضروري الواحد يستغفر ربه، يعني هي لشو لتحط حالها بهيك موقف؟ ما استغفرت ربي لهالسبب. ليش لكان؟ ولا شيء، انسى. بعد التراويح رايحين على بيت كينجو. ليش بالله؟ لأنه بنته يمكن عاملة حادث فلازم نزورهن. شو الحادث؟ تركان شبيك، شو بيعرفني شو هو الحادث؟ هيك سمعت. منروح منسلم عليهم ومنشرب قهوتنا، هيك الواجب. الحمد لله على سلامة بنته. إن شاء الله ما تكون انأذت المسكينة، بس أنا ما بروح.
بعد التراويح رح نروح. لا جميل، ماني رايحة. إذا بدك روح أنت، أنا وبنتي رح نضل ببيتنا. إيه علي، شو طلع منهم هدول الكلاب؟ ما قلت لنا؟ أكيد ما قالوا جينجو دفع لنا. قالوا شافوا الإعلانات وما عجبهم الموضوع. هاد كل اللي حكوا، وقلت لهم بعرف إنكم غربة عن المنطقة. وبالله هنن شو قالوا لك؟ شو بدهم يقولوا برأيك؟ ما فيهم يقولوا أي شيء، بس سكتوا وحطوا راسهم بالأرض. كل الناس ما تفعلون، يعني شلة زعران مبينة. فلان روح أوصه وتعاقبض، أو روح سروق وتعاقبض. وبتعرفوا شو؟ هالنوع من الناس بيكونوا كتير أوفيا، ما بيحكوا لو شو ما صار. طيب إذا ما حكوا شو رح نساوي؟ نحن لهلا ما عنا دليل واضح. نحن غلطنا يا مصطفى، وغلط كبير. كان لازم نروح على بيت هداك الواطي. ايه تروح وتعمل شي مشكلة وبتصير انت الغلطان وقتها، هيك بدك؟ بعجقة هالقصص ما صار مجال نحكي طاهر افندي. كنت بتعرف مراد عم يشتغل هنيك من الاول صح؟ ايه كنت بعرف. هيك لكان، يعني انت كنت بتعرف مكانه مو هيك؟ طيب ما قلت لحالك ولا مرة لازم روح واسحبه معي على البيت وادعسه برجلي على هالعملة؟ جربت يا أخي، جربت. صح ما قدرت جيبه معي، بس جربت. اسمعني، هو اللي اختار هالطريق. هالولد طلع ما في خير أبداً لأخواته. لك الله يل... شبك لك مصطفى، مو حرام تدعي عليه؟ اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.